الو، ايوه يا سمر، اتفضلي. عايز اسال على اخويا 12/7. 12/7 اخوها. اه، وانا 4/1. 4/1 وهي 4/1، هي الجد. عايز اسال على اخويا، يعني كده هو في ضيقه كده. بيشتغل اخوك ايه يا سمر؟ لا هو مش بيشتغل، هو في ضيقه. في ضيقه. هو في ضيقه. عمره كام؟ ايه، عنده كام سنة يا سمر؟ عنده ده 28. 28 سنة. 28. هو صار عنده ضيقة من 2023، ما؟ لا لا، هو من قبلها، من 2012. من ألفين 2012. نحن يعني نعم مش نحكي موجود الماضي. معانا يعني. من ايه؟ هو مش موجود معاكو؟ لا مش موجود. ده عايزة مسافر يعني تسألي ولا ايه؟ ايه؟ مسافر ولا؟ لا مش مسافر، يعني في مكان ما، يعني كده مش مسافر. نعرفت، وانا عرفت. محبوس يعني. لا ان شاء الله في خير عليه باذن الله، شوي تعبان بس في خير عليه. انت 4/1، عايزه تسالي ايه يا سمر؟ عن كل حاجة. انت بتشتغلي؟ لا. طيب مرتبطه؟ ايه؟ مرتبطه بتقولك؟ لا 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 مش مرتبطه. بصي، عندك باذن الله مرتبطه، بس انت تعباني كتير، تعباني جدا، وعندك مسؤوليات كبيره، بس ربنا دايما بيساعدك، ما تخافيش. ان شاء ووضعك الله. المادي فيه عندك تحسن بنص شهر 9. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك. انت عرفتي ايه؟ انا نعرف. عرفت، بس لازم. ايوه ما ينفعش. ما ينفعش. الو. ايوه اتفضلي يا ايمان، قولي. السلام عليكم. عليكم اهلا السلام ورحمة اهلا، الله وبركاته. ازيك يا هند يا قمر؟ الله يسلمك يا حبيبة قلبي، ربنا عايزه يخليك. اسال لابني 24/3. 24/3 ده احمد ابني. الحمل. عمره كام احمد بالنسبه ابنك؟ بالنسبه للسفر، وهو عنده قضيه في المحكمه، يعني ربنا يكرمه هيكسبها ولا لا. يا رب. بالنسبه وانا خمسه للسفر، ثمانيه الحج. 5/8. طب بتسأل عن ممكن الحج؟ ضيقه اذا سمحتي، ابنك عمره كام احمد اذا بتريدي؟ نعم. كام سنه احمد عنده؟ احمد عنده 37. 37 سنه. هي قضيه محكمته صارت ظلم. نعم. بتقول لك القضيه محكمة. بتاعته ظلم يعني. هي مظلوم فيها فعلا. لا ان شاء الله هيطلع على خير. بس يا رب يا رب، يعني هيكسبها. بصي، الدعوه يمكن بين 10 و11 ان الله راد، يعني ان شاء الله. في شهر 10 ان شاء الله. بس انا شايفه مو 10 10، انا قلت لك بين 10 و11، بس انا مو شايفه 10، بجوز اخر ان شاء 10. الله. بتقولك في سفر ليه بقى ولا لأ؟ في عنده سفر بس مش دلوقتي، آخر السنة. وهي آخر السنة؟ بتسأل عن الحج. آخر السنة. إن شاء الله يا حبيبتي، كتر خيرك يا حبيبتي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ودي بالنسبة بدك تروحي على الحج، بإذن الله حتروحي. بإذن الله. لما يهدى ابنك أحمد حتروحي بإذن الله. بإذن الله. ميرسي على اتصالك.